آل السعود داعش داعش آل السعود داعش داعش. خشية من صوت البحرانيين الأصليين وكشفهم جرائم آل سعود أمام سفارتهم في برلين، حشد موظفو السفارة السعودية عددا من اللاجئين والأطفال وأغروهم بالمال لإقامة تجمع موالي للنظام السعودي. المتجمعون رفعوا صور حكام آل سعود ورفعوا شعارات طائفية، كما حاولوا التقدم نحو اعتصام المعارضة البحرانية الذي أقامته في ذكرى الاحتلال السعودي للبحرين، إلا أن الشرطة الألمانية كانت حاضرة ومنعت المرتزقة من الاعتداء على اعتصام المعارضة الذي هتف بالسقوط لآل سعود وذكر بجرائمهم بحق الشعب البحريني. حفنة من الأموال لا تتجاوز 20 يورو كانت ثمنا لكي يحتشد نفر من اللاجئين ويرددوا هتافات كتبها لهم موظفو السفارة السعودية. حفنة من المال كانت كافية بالنسبة لهؤلاء لكي يبيعوا أنفسهم لنظام يدمر وطنهم ويمول الإرهابيين ليفجروا أبناء جلدتهم. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، فالحركات غير اللائقة التي قام بها موالو آل سعود هي ذاتها الحركات التي يقوم بها المرتزقة في البحرين ضد السكان الأصليين، ما يعني أن المصدر واحد وقد وافق شن طبقة.